تدعو الله وتستغفر وتقرأ قرآن ودي الراحة، والله ما تلقى راحة إلا في الدين. تمشي مسلسلات يغشوك زي والحلقة الأخيرة، وتشاهد غدا وأولاده وبنات يبكوا، يلم فيك فنان يغشك برضه لهيب الشوق ورحل الغمام وساب البلد، تقعد تبكي براك ببكيك شنو؟ كله كذب ولف ودوران، والله الذي لا إله غيره. يلموا فيك واحدين تانيين شغالين كشتينا وضمنا وضيع زمن، انت مسؤول يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح البخاري من رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. قال لك في نعمتين الناس بيتغبنوا فين يوم القيامة، لا نضيعهم في الدنيا. قال: الصحة والفراغ. واحد الله يديه صحة تلقى يرقص في الحفلة، ادي فراغ تلقى يضيع في زمنه. أعبد الله سبحانه وتعالى وأعلم أنك ستموت وستلقى ربك سبحانه وتعالى. فمن الأسباب ومن الأعمال الصالحة التي بها يدخل العبد جنة الله تعالى التسبيح. وتسبيح تسبح تقول الكلمات باللسان وقلبك مع لسانك. لما تقول سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله يعني هذا فيه تنزيه لله من صفات النقص. تنزه الله ما من صفات النقص، الله ما ناقص وما بيحتاج لخلقه. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، آخر آية من سورة الإسراء. والله دي من أقوى آيات القرآن، وتوريك العقيدة الصحيحة والتوحيد، وتوريك انت بتعبد منه. والله وقل الحمد لله، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله سبحانه وتعالى ما عنده ولد، عشان انت تطمئن. مش أسي لو عنده ولد سبحانه وتعالى وننزهه عن ذلك، لو عنده ولد ممكن جماعة يسلطوا عليك، ولكن احنا ماشيين نتقرب للولد اللي بنسبوه لي الله سبحانه وتعالى. وانت بجاي تسأل الله وبغادي هو نسأله الولد اوك الى اخره. وما عنده شريك سبحانه وتعالى، الملك ده ملك براو، وبعدين بتعرف الموضوع ده. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وبعدين ليس له ولي من الذل، رب العزة والجلال ما بخاف من ذل. تسأل عديل تتوجه له وتمش له براو. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بعدين الله عظيم، الرسول ما قال لك ساي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة؟ تقول سبحان الله تنزيه لله من صفات النقص. لا بيظلم، لا عنده ولد سبحانه وتعالى، لا عنده شريك، ملك عظيم سبحانه وتعالى، متصف بصفات الكمال. بعدين العظيم صاحب العظمة، الله عظيم. ودائر تعرف عظمته؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. شوف السماوات دي بتعرف عظمة الله تعالى، شوف الأرض اللي انت ماشي فيها، شوف البشر الكل يوم الله بيرزقهم. هس الناس دي كلها جيب أغنى زول في الدنيا قول لي أخ بس أكل سوق الشقلة دي كل يوم، كل يوم النازل من تصبح لما تمسي كذا صرف عليهم شهر الزول لما بكورك جيب أغنى زول قول لي نازل كل يوم أديهم الرزق الصباح، فما بالك الأرض دي كلها كل يوم الله بيرزق فيهم. وما سنة ولا سنتين ولا ألف سنة ولا مما خلق الأرض ومما خلق الناس. ولما تقوم الساعة وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها
ومستودعها كل في كتاب مبين. شكيد تعظم الله، تعظم الله تعالى. لما تجي تعصي الله تتذكر الله، تخلي المعصية. لما تجي تصلي تقول الله أكبر، يعني أكبر من أي شيء، تعظم الله تعالى. لما تمشي في الطريق تعظم الله، تغض بصرك من الحرام. المرأة تلبس الزي الشرعي تعظيما لله سبحانه وتعالى، لأنه مطلع عليها، ولأنه في موت بعدين، وفي قيامة، وفي سؤال. وإياك تعظم غير الله، ما تعمل زي الجماعة اللي بيعملوا عقائد منحرفة وشركيات يقعوا فيها. والله هذه كتبه موجودة في الشنطة دي، شايف الشنطة دي زي بتاعت طلبة المعسكر دي المستجدين، بقى الشنطة دي فيها بلاوي جوا، والله الذي لا إله غيره. زول يقول ذراعي ده إنسان وبيمدح في شيخه، ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي، وأعلم نبات الأرض كم نابت، وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي، وأعلم علم الله أحصي حروفه، وأعلم موج البحر كم هو موجتي. ده هنا شيخ من المشايخ تقال أنا متكلم فيه ونساي. هذا الكتاب موجود اسمه كتاب، وينو ده شاله وده وين الزول؟ انت شايل معاك مودين بالركشة معجرين ولا شو؟ يبقى الكتاب ده هنا. بعدين كتاب اسمه الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية، جزاك الله خير يا ولدنا، صفحة 63 ل 65 في الكتاب ده. والله الذي لا إله غيره، كلام أبو جهل لو توروا من قبره قالوا الكلام ده كيف؟ والله يقول نحن مشركين وكفار، لكن مرحلة زي دي ما وصلنا والله. وده باسم الدين يعظم في البشر. شكاين نساوين المرة تعتر يا ود بدر من الفقر، والفلع يلفون أسرع من التلفون، وأبو العباس من عيون الناس. واحد هناك في العزبة كاتب في الحافلة يبشام ورا وقدام، ده ما خلى محل ذاته والله، قال يبشام ورا وقدام. وقبل ثلاثة ولا أربعة سنة هنا دي في ناس مرضانين جو المطعم ده بيجاي، أنا ما عندي شغلة مع ناس المطعم، ما عندي معهم مشاكل. جو واحدين مرضانين أكلوا اللحم الخلق والله، وجو شاكلونا نحن دوروا بنية. أوك ما تجيبوا مشايخنا، التوكت مشايخك بينفخوا ما تنفخنا نحن ضعاف ذاته، دارين نتنفخ شوية. انت ده شيخ ولا بنشر بينفخ في الناس؟ والله ده دين يدان لله تعالى به، وعقائد منحرفة. زول يا أخي الله يخلقه ينادي في مخلوق يا فلان الحقنا، ويا فلان افزعنا، ويبشر من وراء وما وراء. يا أخي معقولة يا ناس؟ قال الله تعالى في القرآن ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. شفت أظلم مخلوق يمشي على وجه الأرض؟ الزول الفي الشدائد بنادي غير الله، وتروح منه حاجة يمشي لفلان حوط لي الرائحة وجيب لي الرائحة وسوي لي وعمل لي. قال الله تعالى في القرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. يا أخي الطفل الدو جديد يلبسوا كمون، ده من شنو؟ والله يقول لك من العين، بيحفظوا بيحفظوا كمون يا ناس، ولا اللي بيحفظ الله؟ قال الله تعالى في القرآن فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقال الله تعالى في القرآن وإن يمسسك الله بضر، هذا قال شوف الآية دي واضحة كيف، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. انت عارف في واحد في البلد سواق بسوق ركشة، بعدين قال ركبت معاي نسوان، قال وديتن، قال له ودينا مشوار القبة، عندنا قبة هناك في رفاع، انا من رفاع. بعدين قال ودوا القبة، قال البنزين ده يقطع بتاع الركشة، قال النساوين طلع عن 20 جنيه، ادوني 5، قال لي ده حق المشوار. ودخلوا للزول الميت حفروا شوية خدتوا 15 للميت ودفنوه. قال جن راجعات قلت لين اصبروا اصبروا شوية،
قال مشيت للقبة حفرت القروج شلت القروج ذاتي. والله قال الشيخ انت يا اخي انا عندي ركشة جبتين ادوني 5 وانت ما عندك ركشة ولا شلت مشوار ادو 15 شغلة دي رجالة ولا جنو؟ والله الذي لا اله غيره هو في ميت دار لا قروش والميت ده مش الاخرة، الاخرة دي رب العزة والجلال قال فيها يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله شنو؟ بقلب سليم. تلاقي الله قلبك ده سليم ما فيه الا الله سبحانه وتعالى، لا تعتقد في ميت ولا في حي الا الحي الذي لا يموت. قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وده العظيم غيره ما في والله عظمه زي عظمته. شكر رب العزة والجلال قال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. أخير تنادي الله ولا تنادي غيره؟ زول تناديه يكون بياكل، هسا نادي لأي زول يا فلان الحقنا وقاعد ياكل في الشطب الملاح، لكن الله تنادي في أي وقت ما بياكل وهو يطعم ولا يطعم. تنادي زول نص الليل الساعة 3 صباحا يا فلان الحقنا هو نايم نايم يشخر، لكن الله مبنوم تنادي في أي وقت. والله قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. سنة يعني نعاس، يعني الله لا بينعس لا منوم سبحانه وتعالى. تمش له براو وتتوجه له براو وما تعتقد في غيره، وإياك تعلق لك صورة بتاع الزول في ركشة ولا حافلة ولا دكان ولا غيره. والله يقول لك الصورة دي من العوارض، وتلقى محل الصورة ذاته طفل شايل له نبلة ولا غيره، تف الصورة ذات القزازة بتاعتها يشقها، الصورة ذاتها مشقوقة، ويقول لك دي من العوارض. وصورة للرزق خاتينها في الدكان يقول لك نحن ببركتنا الناس زي الماشين. بركة ولا كابتن ماجد يا أخي؟ بركة بتاعت شنو يا أخي؟ في بركة في الدين لكن ما بركة الدين، والله الذي لا إله غيره كلها لخبطة يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح البخاري، ودي أحاديث ما كلام زول ساي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره. رسول بحذر ودي المخالفين، بنوا على قبره وجعلوا له تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله. شفت شر خلق الله عند الله الناس اللي بيبنوا فوق القبور والناس اللي بيخطوا الصور يعلقوها، وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، حديث صحيح ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. فيا إخوان ويا آباء ويا أمهات، الواجب على الناس أن يوحدوا الله وأن يعظموا الله وأن يجعلوا عقيدتهم في الله صحيحة، عشان لما تجي تموت الملائكة تنزل عليك بالخير. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. زول يموت على العقيدة الصحيحة على التوحيد فيرحمه الله سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الكلام يطول في متحدثين من بعدنا، ونحن إن شاء الله كل اثنين بنجي نذكر الناس بالخير. في ناس راكبين في الحافلة منتظرين الحافلة تتملي، بيسمعوا لهم كلمة الله بينفع بها، وفي شباب بيجوا بتاع داخلية هنا بيجوا بيسمعوا بيستفيدوا، واحدين بيجوا مارين الواحد بيستفيد. أسأل الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى. جزاكم الله خير. تفضل يا